قصتنا اليوم راح تكون على لاعب ما دارش المنتخب الفرنسي في الحسبان ودار في عينه تلبية نداء المنتخب الجزائري. تمتع بالمهارة والستايل الخاص به، وطيب الذكر هنا هو كريم زياني، أحد رموز المنتخب في الألفية الجديدة. كريم تزاد في 17 أوت 1982 بمدينة سافغ الفرنسية من أب جزائري. بداية دياله مع اللعبة كانت في عام 1995 مع باريس راسينك، بحيث لعب معاهم 3 سنوات، وبعد ما كبر حلمه أكثر راح لمركز التكوين لنادي تروا، أين تدرج معاهم ووقع أول عقد احترافي في عام 2001. في لاني 2004 خرج إعارة إلى لوريون الناشط في الليغ 2، بحيث حقق معاهم أفضل لاعب في البطولة في موسمه الثاني مع الفريق، الأمر اللي خلى نادي سوشو الناشط في الليغ 1 يوقعوا معاه في لا سيزون 2006-2007، التم وين حقق زياني أفضل مواسمه على الإطلاق، بحيث كان من اللاعبين اللي قادوا سوشو إلى تحقيق كأس فرنسا على حساب مارسيليا في نفس الموسم اللي ساهم فيه ب 17 هدف، الأمر اللي خلى عيون الفرنسيين تنصب عليه وينتقل إلى نادي الجنوب أولمبيك مارسيليا بمبلغ 8 مليون يورو ويلعب بذلك مع العديد من النجوم. لكن كريم لحقته الإصابة اللي بعدته على الميادين لفترة، ويخلفه بذلك اللاعب فالبوينو اللي عقد من مأموريته وخلاه حبيس الدكة، ولكن رغم كل هذا إلا أنه عاد من جديد في الموسم اللي بعده ولعب دور نجم الفريق. في عام 2008 خاض زياني تجربة جديدة بعد ما راح إلى البوندسليغا، تحديدا مع نادي فولفسبورغ، لكن ما دارش الشيء الكبير معهم بحكم أنه ملعبش بزاف. في عام 2011 خرج إلى الدوري التركي كإعارة متقمصا ألوان قيصري سبور بمدة ما كانتش كبيرة، ليكون بعدها الخليج آخر خطوات الجزائري في مشواره، بحيث لعب لكل من نادي الجيش إلى نادي العربي العجمان، نهاية إلى الفجيرة. زياني عاد بعدها إلى أوروبا من بوابة بترول الروماني، ومن وراها راح ختم مسيرته الكروية عام 2019 مع نادي أورليانز الناشط في الدرجة الرابعة الفرنسية. هذه كانت مسيرته مع الأندية، أما مع المنتخب الجزائري البداية كانت مبكرة بعض الشيء، بحيث بدأ معهم في عمر 21 سنة، وأول مباراة لعبها كانت ضد بلجيكا في 12 فبراير 2003. لعب الكوب دافريك في تونس وبين قدراته في مركز صناعة اللعب وخيروه في التشكيلة المثالية للبطولة. حقق الكرة الذهبية الجزائرية مرتان عام 2007 و2008، وكان من بين أبطال ملحمة أم درمان، فهو اللي مد الباس ديسيزيف للكبير عنتر يحيى في هدفه التاريخي في شباك المنتخب المصري، وشارك مع المنتخب في كأس العالم اللي لعبوها في جنوب إفريقيا في عام 2010. هذا ويعتبر كريم زياني من بين أفضل اللاعبين اللي كانوا مع المنتخب في الألفية الجديدة، ولعب مع جيل رائع من اللاعبين أمثال بالحاج بوغرة وعنتر يحيى. هذا وكان أفضل ممرر حاسم في فترته مع المنتخب، أما عن الأهداف فقد بلغت 5 أهداف فقط، ليكون شهر سبتمبر 2011 شاهد على آخر مباراة للمايسترو كريم مع المنتخب، وهذا كان ضد تنزانيا لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012، ليخرج من الباب الضيق إذ ما شفناش تكريم للاعب اللي قدم الكثير للكرة الجزائرية وكان من صناع نهضة المنتخب الوطني. فهل يستحق كريم زياني حقا هذا الأمر؟